سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الذي يتجدد معكم، ونجدد فيه إطلاعنا على الصحف الصادرة في الجزائر اليوم. نبدأ قراءة صحف اليوم من صحيفة الخبر ومن عناوينها البارزة. عنوان في أعلى الصفحة الأولى لصحيفة الخبر يتعلق بما بالعقود التي تمضيها الجزائر مؤخرا فيما يتعلق بشراكات الغاز بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر. تقول صحيفة الخبر: وما روما تزحزح مدريد كقاعدة مركزية للغاز في أوروبا. العنوان: طوارئ في إسبانيا. عنوان آخر يتعلق بنتائج شهادة البكالوريا وبالموضوع التربوي في حد ذاته ككل. صحيفة الخبر أرادت من خلال هذا الموضوع إبراز شروط إنجاح الدخول المدرسي، وقالت بأن هناك 7 شروط لإنجاز الدخول المدرسي. وزارة التربية تفرج عن منشورها حول عودة التلاميذ إلى الدراسة في سبتمبر المقبل. محيط الجزائر يحترق، عنوان آخر أرادت صحيفة الخبر أن توضح فيه نتائج موجة الحر الشديدة بفعل ألسنة النيران التي تلهب بلدان المتوسط ودول الجوار. رئيس مكتب مكافحة الحرائق يقول للخبر أن 246 حريق أتلفت 1300 هكتار. أستاذة جامعية على رأس سلطة الشفافية في الجزائر، أشارت إليها صحيفة الخبر. في صحيفة النهار وفي أعلى صفحتها الأولى نقرأ إقالة مدير ديوان الحليب ومدير ديوان العقار ومدير ديوان تنمية الزراعة في الأراضي الصحراوية. في صحيفة النهار نقرأ أيضا استحداث رتبة كابتن و7 بدل 10 سنوات للترقية في الشرطة، وهي تتحدث عن ما أفرزت عنه المديرية العامة للأمن الوطني من إعلان لمنتسبيها عن إحداث تغييرات بموجب مرسوم وقعه الرئيس تبون. تقول صحيفة النهار: هكذا حاولت عصابة التحصل على 400 مليار كقرض باستعمال الترافيك في سطيف. مدير التكوين والتعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقول أن 340 ألف طالب جديد وإطلاق مسارات تكوين المهندسين في 18 جامعة. في صحيفة النهار نقرأ أيضا عن المفتشية العامة للمالية التي بدأت، تقول الصحيفة، التحقيق في الحسابات المالية لمديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة. في صحيفة المشوار السياسي نقرأ في الصفحة الأولى عن نتائج البكالوريا وعن الدخول الاجتماعي والجامعي القادم، وتقول الجامعات تحضر لاستقبال 340 ألف طالب جديد، هذا هو جديد التوجيه لحاملي البكالوريا. إطلاق مسارات تكوين المهندسين في 18 جامعة. الكاف يقصي رياض محرز الكرة الذهبية الإفريقية محصورة بين ساديو ماني وميندي وصلاح. حركة تغيير على مستوى مديريات الفلاحة، تقول صحيفة المشوار السياسي مع إبرازها لخبر إنهاء مهام 3 إطارات بالقطاع. في صحيفة البلاد وفي الصفحة الأولى نعود إلى الحديث عن السيطرة على الحرائق والتي اندلعت بتونس الشقيقة، وتقول صحيفة البلاد: الرئيس تبون أمر بإرسال ترسانة جوية وبرية ضخمة وسعيد يرحب بذلك. تونس تسيطر على حرائق الغابات بدعم جزائري فوري. وزارة التربية تكشف عن جديد الدخول المدرسي، العودة تدريجيا إلى نظام التمدرس العادي. هذه هي العناوين البارزة لصحيفة البلاد التي تركزت من جهة أخرى على اختيار التخصصات للطلبة الجدد في الناجحين في شهادة البكالوريا. في صحيفة الشروق اليومي عنوان بارز يتعلق بعقود البترول. تقول صحيفة الشروق: سوناتراك ستغطي ربع حاجيات أوروبا من الغاز. في صحيفة الشروق نقرأ أيضا: خبراء هذه قدرات الجزائر لرفع التموين الغازي خلال 4 سنوات.
عتاد بري وجوي، تقول صحيفة الشروق لإخماد الحرائق في تونس. القرآن سر النوابغ، ريبورتاج لصحيفة الشروق فيما يخص الناجحين في شهادة البكالوريا. المختصون يقولون أن التعليم التحضيري القرآني مفيد للتلاميذ. تظاهرة الرأي الكبير لدعم ملف اليونسكو، وواشنطن تصحح خطأها الدبلوماسي في حق الجزائر، تقول صحيفة الشروق. في صحيفة الجزائر نقرأ عن الحرائق وعن هبة جزائرية لإخماد الحرائق في تونس تحت عنوان تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون. خلية يقظة لمتابعة انشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر في بيان لوزارة النقل. تقول صحيفة الجزائر أيضا انطلاق التسجيلات الأولية لفائدة حاملي البكالوريا الجدد اليوم، وتزويد عدد معتبر من الابتدائيات بالألواح الإلكترونية. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ عنوان بارز في صحيفة لوسوار دالجيري يتحدث عن توجه فئة من الحماية المدنية ومن الإطفائيين الجزائريين لإخماد النيران بالشقيقة تونس. عنوان بارز أيضا يتعلق بالحبوب، وهو تساؤل في الصفحة الأولى لصحيفة لوسوار دالجيري، قالت كيف استطاعت الجزائر أن تضمن أمنها الغذائي من خلال هذا الغلاء الفاحش في العالم الذي تعرفه الحبوب والأطعمة أو المواد الغذائية على العموم. هذه مشاهدين في كل مكان أهم الملفات التي تناولتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. لمناقشة ملفاتها ينضم إلينا من الجزائر ومن برج بوعريريج الدكتور ميلود عاشور، الباحث الجامعي. دكتور ميلود عاشور، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. شكرا لك دكتور ميلود. دكتور ميلود، دعنا نبدأ من امضاء عقود مع سوناطراك، مؤسسات بترولية دولية، منها طبعا مؤسسة توتال الفرنسية إنيا الإيطالية ومؤسسة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية. كيف يمكن أن نقرأ هذا الخبر على مستوى الاستثمارات البترولية في الجزائر؟ هذا الأخ عبد السميع، الأزمة الطاقة هي أزمة عالمية، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث هذه الأيام لاحظنا عودة شركة توتال الفرنسية للاستثمار في الجزائر بعد رفضها لذلك قبل سنتين على إثر محاولتها شراء أصول الشركة الأمريكية أنداركو سنة 2019، حيث تمسكت الجزائر بحق الشفعة آنذاك. إنما تفت الشركات الأوروبية على الغاز الجزائري، خاصة وأن الجزائر تمثل ملاذ آمن لهذه الدول، حيث في مؤخرا بالأمس عقدت شركة توتال الجزائرية، شركة سوناطراك الجزائرية مع شركة إني الإيطالية وأوكسيدنتال الأمريكية وشركة توتال تقضي بتقاسم إنتاج للنفط والغاز بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تهدف العقود الأربعة المزمع توقيعها مع الشركات الأجنبية خلال نهاية 2022 إلى تغطية ربع حاجيات أوروبا من الغاز بعدما انخفض مستوى تزويد الغاز لهذه القارة منذ 2017. وهنا نتكلم عن الدور الحاسم في تمويل العالم او القاره الاوروبيه، خاصه بالغاز. وهنا يجب على الجزائر استغلال هذه الفرصه، اولا لتحسين الاقتصاد الوطني، وكذلك لرفع من قيمه العمله الجزائريه. طيب دكتور ميلود عاشور، ملف آخر تطرقت إليه الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، وأنت أستاذ جامعي بجامعة برج بوعريريج، كيف هي قراءتك للعناوين البارزة في الصحف التي تتعلق بتوجيه قرابة أكثر من 340 ألف طالب، يعني أكثر من ربع مليون طالب سيتوجهون إلى الجامعة؟ كيف يمكن أن تتوزع هذه القيمة الكبيرة أو هذا العدد الكبير من الطلبة على الاختصاصات، وخصوصا وخبرتكم في الجامعة تشير إلى أن بعض المعدلات منخفضة بحيث
نجح الطلبة أو الكثير من الطلبة بمعدل 9.5، ويقال أنه هناك 18 اختصاص ستكون زائدة لاحتواء هذا العدد الكبير من الناجحين. نعم أستاذ عبد السميع، تخفيض المعدل إلى 9.5 كان من أجل السماح لأكثر عدد من الممتحنين إلى العبور إلى الجامعة. ورغم كل ذلك فنسبة النجاح كانت محتشمة، كانت 58%. وبالنسبة للجزائر، الجامعات الجزائرية توجد العديد من التخصصات، وأيضا تم فتح تخصصات عديدة، كما تم أيضا تنظيم الكليات بإضافة أقسام جديدة لاستيعاب هذا العدد من الناجحين في امتحان البكالوريا. طيب، هل هذه الاختصاصات الجديدة دكتور ميلود عاشور يمكن من جانب الكمي ومن الجانب النوعي أيضا أن تجد الأساتذة وأن تجد المؤطرين في الجامعات الجزائرية، وخصوصا فيما يتعلق بجامعة برج بوعريج كنموذج؟ التأطير موجود، والمتخرجين أيضا كثر، حيث تشهد النجاح في الدكتوراه نسبة كبيرة، يمكن توظيفهم لصد هذا الفراغ. والاختصاصات؟ في جميع الاختصاصات تقريبا، الاختصاصات التكنولوجية والاختصاصات الأدبية وغيرها. طيب، مشكور دكتور ميلود عاشور على كونك معنا وعلى مناقشة ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم. إلى هذا الحد نأتي إلى نهاية موعدنا صحف اليوم مشاهدينا في كل مكان، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وننتقل إلى فقرة الكاريكاتير التي نودعكم بها مشاهدينا في كل مكان. إلى اللقاء.